بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد تلاميذ وتلميذات الصف الرابع مرحلة الأساس، اليوم نتكلم في الحصة الثانية عن طرح الكسور. نتكلم عن طرح الكسور. طيب، نأخذ أمثلة. جد ناتج الطرح، إذا كان عندنا الكسور، عندنا الكسر 8 على 9، 8 على 9 ناقص 4 على 9. طيب، الملاحظ هنا زي ما تكلمنا في الحصة الماضية، الكسرين المقام بتاعه موحد، يعني عندنا 8 على 9 والـ4 على 9، المقام مقام موحد، المقام هنا مقام موحد. عندما نطرح الكسور ويكون المقام مقام موحد، أنا بطرح البسط، بكتب مقام موحد وبطرح البسط. يبقى الكلام هنا حساوي في الحل، هقول 8 ناقص 4 على 9، نقول المقام هنا مقام موحد، المقام هنا مقام موحد. طيب، يبقى هيكون عندنا 8 ناقص 4، 8 ناقص 4، يبقى الكلام هنا حساوي 8 ناقص 4 يساوي 4 مقسوما على 9. طيب، يبقى الجواب يساوي 4 على 9. أو بصورة عامة نحن ممكن نقول كقاعدة، عند طرح الكسور المتساوية المقامات، يعني إذا كان عندنا المقامين متساويات، المقام الأول في الكسر الأول يساوي المقام الثاني في الكسرة الثانية، المقامين متساويات، في الحالة دي أنا بقوم بطرح بسط الكسر الأول من بسط الكسر الثاني، ويكون المقام هو المقام المشترك بهذين الكسرين، يعني ويكون المقام المشترك في المثالين هيكون نفس المقام، هنكتب مقام واحد. مثال نوضح فيه القاعدة. طيب، إذا كان عندنا 8 على 11 ناقص 5 على 11، الملاحظ هنا إن المقام هنا مقام موحد، 11 هنا مقام هنا موحد. طيب، يلا نطرح، والكلام ده هنا حساوي في الحل، نقول 8 ناقص 5، نقول المقام هنا موحد، يبقى هنطرح البسط، المقام هنا هيكون مقام واحد، يبقى الكلام ده كله هيساوي المقام هنا هيكون 11. طيب، يبقى هيكون عندنا 8 ناقص 5 بيساوي 8 ناقص 5 بيساوي 3 مقسوما على 11، مقسوم على 11، يبقى الكسر الناتج 3 على 11 في حالة انه يكون المقام هنا مقاما موحدا. طيب، مثلا مثال ثاني، جد ناتج الطرح، إذا كان عندنا 5 على 6 كسر ناقص 4 على 6، الملاحظ هنا في الكسرين الاثنين المقام هنا مقام واحد، الستة الكسر الأول مقامه 6 والثاني مقامه 6. طيب، يبقى في الحال دي هنا وكده في الحال هكتب 5 على 6 ناقص 4 على 6، يبقى الكلام هنا حساوي، يلا المقام هنا المقام قلنا مقام واحد، هكتب مقام واحد وأطرح البسط من البسط، بسط الكسر الأول اللي هو 5 ناقص بسط الكسر الثاني واللي هو 4، يبقى هيكون عندنا 5 ناقص 4، 5 ناقص 4 مقسوم على 6، مقسوم على 6، يلا أطرح 5 ناقص 4، 5 ناقص 4 يساوي 1، أحسنت، مقسوما على 6، مقسوما على 6، يبقى الجواب حيسألنا 1 على 6، يبقى طرح 5 على 6 ناقص 4 على 5 كان المقام موحد، يبقى الجواب بيساوي 1 على 6، لنا كم 1 على 6. طيب، ناخذ تدريب بسيط، خلينا ركز معي في التدريب، ركز معي كويس، انا اتكلمت عن انه المقامات هنا المقامات موحدة، يلا ركز معي. طيب، ضع دائرة حول الكسر الصحيح، يلا خلي بالك معي، انتبه معي تلاميذ الصف الرابع، ركز معي كويس، خلي بالك معي، ركز معي كويس. طيب، السؤال الأول، 3 على 5 ناقص 1 على 5 بيساوي، هل الإجابة بتساوي 1 على 5 أم بتساوي 3 على 5 أم بتساوي 2 على 5؟ وين الإجابة الصحيحة؟ أحسنت، بتساوي 2 على 5، لأن حبنا المقام واحد، حطرح 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 بتساوي 2، يبقى البسط هيساوي 2. طيب، ناخذ مثال ثاني. طيب، إذا كان عندنا 6 على 7، 6
على 7 ناقص 5 على 7. طيب لاحظ ان المقامين هنا المقامين موحدات. طيب هل الجواب حيساوي 3 على 7 ام بيساوي 1 على 7 ام بيساوي 4 على 7؟ وين الإجابة الصحيحة؟ أحسن، بيساوي 1 على 7. السبب إنه 6 ناقص 5 بيساوي 1. نحن قلنا المقام ممكن تكون موحد بطرح البسط، يبقى حيكون 1 ناقص 6 ناقص 5 حيساوي 1، يبقى المقام موحد، يبقى حيكون 1 على 5 هي الإجابة الصحيحة. طيب تاخذ مثال ثاني، إذا كان عندنا 2 على 3 ناقص 1 على 3، هل الإجابة بتساوي 2 على 3 أم بتساوي 3 على 3 أم بتساوي 1 على 3؟ ها ها تلاميذ سرعة، أحسنت، بتساوي 1 على 3، بتساوي 1 على 3. ليش؟ لأنه حنقول حنطرح البسط من البسط، يبقى حيكون 1 ناقص، حيكون عندنا 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 بتساوي 1، المقام موحد، يبقى الإجابة الصحيحة بسألنا 1 على 3. طيب واخد ناخد مثال ثاني توضيح، 7 على 8 ناقص 3 على 8، هل الإجابة الصحيحة بتساوي 4 على 8 أم بتساوي 5 على 8 أم بتساوي 6 على 8؟ وين الإجابة الصحيحة؟ وين الإجابة الصحيحة؟ أحسنت، الإجابة الأولى. ليه؟ نقول حيكون عندنا 7 ناقص 3، 7 ناقص 3 بيساوي 4، بيساوي 4، المقام موحد، المقام موحد، يبقى عندما نطرح كسرين من بعض وكان المقام موحد بطرح البسط، بطرح البسط. في طرح الكسور ممكن إذا كان عندنا الكسرين واحد كسر ضعف الكسر الثاني، في المثال السابق كنا بنتكلم عن المقامات موحدة، المقامات موحدة. طيب الآن إنه 5 على 4 ناقص 1 على 2، لو بتلاحظ الأربعة ضعف الاثنين، يعني الأربعة قدر الاثنين مرتين، أنا عايز أطرح الكسور من النوع ده. طيب طيب الحل، الكسر الأول ما عندي فيه مشكلة، بكتبه زي ما هو، 5 على 4 ناقص النص أو الواحد على 2، بقوم بضعفه بحيث إنه المقام يساوي 4، يبقى أنا حضرب في 2 وأقسم على 2، يبقى 1 على 2، يبقى أنا حضرب في 2 وأقسم على 2 عشان أوحد المقامات بجيب مضاعف. طيب يبقى الكلام هنا حساوي الكسر الأول ما عندنا فيه مشكلة، 5 على 4 ناقص، يبقى حاضر أجري العملية الحسابية. طيب خلي بالك لا في طرف الشاشة، أضرب الواحد في الاثنين، البسط في البسط والمقام في المقام، يبقى حيكون عندنا 1 في 2 على 2 في 2، يبقى 1 في 1 1 في 2 بيساوي 2، و2 في 2 بيساوي 4. طيب بدون اختصار يبقى الجواب بيساوي لنا 2 على 4، بكتبه زي ما هو 2 على 4. طيب الكسر اصبح عندنا 5 على 4 ناقص 2 على 4، المقامات اصبحت مقامات متساويه. بعد كده انا بطرح البسط وبثبت المقام، يبقى الكلام ده حيساوي 5 ناقص 2 مقسومه على 4، يبقى 5 ناقص 2 حساوي 3 مقسوما على 4، مقسوما على 4، يبقى الإجابة حساوي لنا هنا كم؟ 3 على 4، الإجابة حساوي لنا كم؟ 3 على 4. طيب خذ مثال ثاني، جد ناتج الطرح إذا كان عندنا 9 على 10 ناقص 3 على 5. طيب الملاحظ هنا في المقامات، خلي بالك ركز في المقام، المقامات ما متساوية، لكن في واحد من المقامات ضعف المقام الثاني، العشرة ضعف الخمسة قدرها مرتين، يبقى أنا هقوم أضرب المقام 5 هضرب في 2، هقول 2 في 5 بتساوي 10، يبقى أنا هضرب البسط والمقام للكسرة الثاني حتى أساوي المقامات. طيب أي في الحل، الكسر الأول ما عندنا فيه مشكلة، هكتبه زي ما هو، 9 على 10 ناقص 3 على 5 مضروب في ايه بقى؟ اضرب في كم؟ ركز معي، الخمسه دي انا عايز ابقيها 10، اضرب في كم؟ في 2، ممتاز، يبقى حيكون عندنا 2 على 2، يبقى بعد كده جيب ناتج الضرب، اول حاجه اضرب 3 في ال 2
والخمسة في الاثنين. يبقى الكسر الأول لحد الآن، الكسر الأول لحد الآن بنكتبه زي ما هو، ناقص يلا أضرب 3 في 2، 3 في الاثنين بيساوي كم؟ خلي بالك لعبة طرف الشاشة، 3 في 2 بيساوي كم؟ مقسوما على 5 في 2. طيب 3 في 2 بيساوي 6، والخمسة في الاثنين بيساوي 10. يبقى الكسر الناتج من حاصل الضرب هتساوي لنا 6 على 10. طيب شيل الكسر ده بنفس 6 على 10 واكتبه جنب 9 على 10، يبقى حيكون عندنا 6 على 10. يلا اطرح بعد كده المقامين اصبحوا مقام موحدات، واحد في 10. طيب طالما المقامين موحدات يبقى انا حاطرح اثبت المقام واطرح البسط، يبقى الكلام حيساوي 9 ناقص 6 مقسوما على العشرة. العشرة المقام واحد بكتب عشرة واحدة بس، المقام بكتب مقام واحد ما بكتب المقامين. يبقى بعد كده اطرح 9 ناقص 3، 9 ناقص 6، 9 ناقص 6 بساوي احسن 3 مقسوما على العشرة. بعد كده ال 3 على 10 ما ممكن ابسط اكثر من كده، يبقى حخلي الكسر كما هو 3 على 10 كإجابة نهائية، كإجابة نهائية. طيب تدريب بسيط، خلي بالك معي هنا، ركز معي الطالب التلاميذ الصف الرابع ركز معي. طيب اكتب الكسر الصحيح داخل المربع، اكتب الكسر الصحيح داخل المربع. طيب اذا كان عندنا 7 على 8 ناقص 1 على 2، هل الكلام ده بيساوي 7 على 8 ولا بيساوي 3 على 8 ولا بيساوي 5 على 8؟ وين الاجابه الصحيحه؟ اخ يلا دي دار مجهود شويه، ركز معي. ها احسنت، بيساوي 3 على 8. لان انا حقوم اضيف الاثنين، حضرب الاثنين في 4 المقام عشان يساوي 8، فوق البسط حضرب في 4، حضرب في 4 يبقى حيكون 4 في 1 بيساوي 4، يبقى حيكون 7 ناقص 4، 7 ناقص 4 بيساوي 3. يبقى الاجابه الصحيحه هي بتساوي 3 على 8. بيساوي كم؟ 3 على 8. ركز معي كويس على الحل هنا ما مباشر، عشان كده خلي بالك ركز معي كويس. 7 على 9 ناقص 2 على 3. هل الإجابة الصحيحة 2 على 9 أم 4 على 9 أم 1 على 9؟ هل الصحيحة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ 3 على 9 و 4 على 9. أجري عملية حسابية بسيطة، الثلاثة دي حاول بقيها 9، أضرب البسط أضرب الثلاثة بعدد بحيث أنه الثلاثة تصبح 9، والاثنين العدد اللي بيجيك من الاثنين اطرح السبعه منه وشوف الناتج. ها احسنت، بيساوي 1 على 9. ليه؟ لان حنضرب في 3 ونقسم على 3، 3 في 3 في المقام بيساوي 9، يبقى المقام هنا اصبح مقام موحد. لكن الاثنين ممكن اضربه في 3، 3 في 2 بيساوي 6، يبقى حيكون 7 ناقص 6 بيساوي 1، بيساوي لنا 1. طيب مثال ثاني، اذا كان عندنا 5 على 6 ناقص 1 على 2. طيب هل الإجابة الصحيحة بتساوي 2 على 6 أم بتساوي 3 على 6 أم بتساوي 4 على 6؟ ها ركز معي بسرعة أسرع، شوف عدد أضربه في الاثنين بحيث أنه بعدين المقام يكون موحد، ثم العدد بيكون في البسط أضربه في الواحد اللي بيجيك، أطرح الخمسة من العدد اللي هيجيك وشوف الجواب. ها أحسنت، بتساوي 2 على 6، لانه انا حضرب فيه 3 والمقام اضربه فيه 3، المقام كنت اضربه في 3 يبقى حيكون 2 في 3 بيساوي 6، المقام بقى موحد. لكن الواحد كنت اضربه في 3 بيساوي 3، يبقى 5 ناقص 3، 5 وكنت اطرح منها 3 بتساوي 2، يبقى الاجابه الصحيحه بتساوي 2 على 6. ركز معي في السؤال اللي بعده، 7 على 5 ناقص 1 على 3، هل الاجابه الصحيحه 3 على 15؟ أم 4 على 15 أم 2 على 15؟ ها ركز معي وين الإجابة الصحيحة، وين الصحيحة المرة الثالثة والمرة الرابعة؟ شوف عدد أضربه في الثلاثة بحيث أنه بعدين المقام يكون موحد، وتضربه في أضرب العدد في البسط وأطرح 7 من العدد بيجيك. ها
احسنت. الجواب هنا حساوي 2 على 15. ليه؟ حضرب الثلاثة في 15، البسط والمغام حضروا في 5 و5، 3 في 5 ب 15، المغام بقى موحد، لكن 1 في 5 1 في 5 بيساوي 5، يبقى حيكون 7 ناقص 5، وال7 وتطرح منها 5 بيساوي 2. مثال ثاني، جد ناتج الطرح. طيب الملاحظ هنا، في المثال انه الستة ما ضعف الأربعة، الستة ما ضعف الأربعة. طيب في الحالة دي أنا بحاول أجيب قاسم مشترك أصغر بيناتهم الاثنين أو مضاعف مشترك، ممكن في بعض ممكن أشوف عدد يقبل القسمة عليهم الاثنين، يعني مثلا 5 على 6 ناقص 3 على 4 بيساوي. طيب 5 على 6 لو أنا كنت ضربتها في 2 وقسمتها على 2، بحيث إني أقدر أوصل القاسم المشترك الأصغر بيناتهم هنا اللي هو ال 12، يبقى حيكون ناقص 3 على 4 مضروب في 3 على 3. أنا عايز أوحد المغام في ال 12، قاسم مشترك أصغر. طيب يبقى حيضرب الكسر الأول، البسط في البسط والمغام في المغام، يبقى يكون عندنا 5 مضروبة في ال 2 مقسومة على 6 في 2 ناقص 3 في 3 مقسومة على 4 في 3. لاحظ معي هنا، يبقى بعد كده العملية الحسابية، أضرب 5 في 2 بيساوي 10 ناقص، أضرب 3 في 3 بيساوي 9، الكلام ده مقسوم. طيب 6 في 2 بيساوي 12، و4 في 3 بيساوي 12، يبقى المقام أساسا بقى مقام موحد، عشان كده اشتغلناه مباشرة، يبقى المقام هنا بيساوي 12، يبقى حيكون عندنا 10 ناقص 9 بيساوي، حسن بيساوي 1، يبقى حيكون عندنا 1 على 12، 1 على 12، يبقى المقام كتبنا مقام 1. جد ناتج الطرح إذا كان عندنا 3 على 4 ناقص 2 على 3. الملاحظ هنا المقامات هنا ما واحد، أول حاجة المقامات ما متساوية، 1 2 ما في واحد ضعف الثاني، يبقى أنا هجيب مشترك أصغر بيناتهم الاثنين، يبقى في الحال هنا ممكن أضربهم الثلاثة في الأربعة والأربعة في الثلاثة، الجواب يساوي 12، يبقى أنا هضرب الكسر الأول في 3 وأقسمه على 3، الكسر الثاني 3 2 على 3 هضربه في 4 وأقسمه على 4، يبقى الجواب هنا هيساوي، شوف الكسر الأول 3 في 3 مقسوما على 4 في 3 ناقص 2 في 5 على 3 في 4. طيب يبقى 3 في 3 بيساوي 9، 4 في 3 المقام بيساوي 12 ناقص 2 في 4 بيساوي 8 مقسوما على 12، يبقى الكلام ده هنا حيساوي لنا كم؟ المقام موحد، يبقى حيكون عندنا كم؟ 9 ناقص 8 مقسوما على المقام الموحد اللي هو ال 12، يبقى الكلام ده بيساوي لنا 1 على 12، يبقى الجواب بيساوي لنا هنا 1 على 12، الجواب هنا بيساوي 1 على 12. مثال ثاني، طيب جد ناتج الطرح 5 على 7 ناقص 2 على 3، برضه هنا ملاحظ انه المقامات هنا ما في واحد ضعف الثاني ولا مشتركات في مقام واحد، يبقى انا هجيب مقام مشترك هنا، يبقى حيكون 5 على 7 مضروب في 3 على 3 ناقص 2 على 3، ده الكسر هاضربه في 7 ومقسوما على 7. طيب هضرب الجزء الاول، يبقى حيكون عندنا 5 في 3 مقسوما على 7 في 3 ناقص 2 في 7 على 3 في 7. أجل العملية الحسابية، يبقى 5 في 3 بساوي 15 و7 في 3 بساوي 21، يبقى ناقص 14 على 21. لو بتلاحظ الكسرين الناتج انه المقامات متساوية، يبقى هكتب مقام واحد، حيكون عندنا البسط ناقص البسط 5 ناقص 4 15 ناقص 14، يبقى الكلام ده هيساوي 15 ناقص 14، الكلام ده مقسوما على 21، يبقى هيكون الجواب بيساوي 15 ناقص 14 بيساوي 1 على 21، سالينا 21. طيب وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ولكن قبل ما نقادر في تمرين بسيط على التلاميذ أن يشتغلوا عليهم. طيب
المسألة الأولى بتقول 2 على 3 ناقص 1 على 4 بتساوي، يعني جد ناتج الطرح. السؤال هنا أوجد ناتج الطرح. أكتب عندك. المسألة الثانية 8 على 9 ناقص 5 على 6. أكتب بسرعة، أسرع أكتب في الكتابة. المسألة الثالثة 5 على 6 ناقص 1 على 4. وصلنا إلى ختام هذه الحصة بنهاية هذا التمرين، على أمل أن نلتقي في حصة لاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.